احكي لي شو عم تفكري؟ كيف عرفت انه بالي مشغول وعم فكر مع انك ما كنت عم تطلع علي؟ من نفسك. لما بيكون بالك مشغول ومتوترة بيصير نفسك ابطأ. معقول بتنتبه لهالدرجة هي؟ مو بس هيك، أنا حافظ معنى كل حركة بتعمليها. مثلاً أنت لما تضحكي بتعضي على طرف شفتك، وكمان في حركة بتعمليها لما يكون في جواتك حكي، ولما بشوفك عم تفركي بإيديكي بعرف إنك متحمسة لشي موضوع. ولما تشوف عيوني عم يلمعوا مثل هلأ بتعرف بشو بكون عم فكر؟ هاي النظرة يلي بعشقها، هاي النظرة يلي كلها حب. أنا حاطة علي إحرام بس أنت مانك بردان؟ يعني برأيك ابننا بيكون حاسس فينا وعارفان قديش نحنا متحمسين ومتشوقين لحتى نشوفه؟ بيكون حاسس طبعا. حتى حسن بيكون حس بهديك الأيام الصعبة اللي عاشها. بيكون حاسس إنه محروم من الأب، والأسوأ من هيك إنه لما يكون الأب مثل هاد فبيكون من مصلحته إنه يكون بعيد. هاي الغصة ما رح تفارقه أبدا. يمكن أنا متأكد إنه حسن ما رح يحس إنه ناقصه شيء، طبعا بسبب أمه. أمه عطيته حياته. يمكن يستفيد لأبوه بشي لحظة بحياته، بس أنا واثق ومتأكد إنه ماريا رح تعمل كل شي بتقدر عليه ليكون ابنها أسعد إنسان بالدنيا. رح تكون هي الأم والأب بنفس الوقت. بعدين هنن مانن وحيدين، رح نكون معن وجنبن دائما. انت